هذه برامج وما زال لدينا الكثير. اشترك الآن واحصل على تخفيض 20%. اتصل بالرقم الموجود على الشاشة أو ادخل على الموقع الإلكتروني. وسواء كنت مشترك في شبكة ألفا أو مش مشترك في شبكة ألفا، أنت صديق غالي علينا. أهلا بك في عالم الدهشة، أهلا بك في OSL. من جديد من حي كل يلي عم يتابعونا، خصوصي بتنين الأسرة وتنين الأولاد وكل جديد بهم عالم الأولاد والمدارس، من قدمه لكم مباشرة على الهواء. السؤال المطروح: هل صار ممكن للولاد التخلي نهائيا عن الحقيبة المدرسية ومجموعة الدفاتر واللوح والماركر والطبشور وغيرهم؟ وهل يمكن فقط للآيباد أنه يغير مفهوم التدريس الحديث من أساسه؟ كيف ممكن استخدام التكنولوجيا بتطوير أساليب التعليم والتدريس؟ تجربة رائدة للإيستوود كوليدج بلبنان، وهالشي بإدخال الوسائل التربوية العصرية الحديثة بالتعليم. بحدثنا عنا بالتفصيل الناشط التربوي مدير مدرسة الإيستوود كوليدج ميشيل أمين خوري بمحطة أولادنا. ما بعرف شو بعيت لك استاذ مدير. لا عادة هيك لعمرك الصغير بتصور اصغر مدير مدرسة او من اصغرهم بلبنان. اهلا وسهلا فيك بحلقتنا. ثانك يو فيري ماتش. قد ايه صار لك بهالمنصب؟ صار لي بالتربية تقريبا شي 4 أو 5 سنين، بس صرت مدير المدرسة باخر سنة، وصار لي مع الإيستوود كوليدج تقريبا شي سنة ونص. تقريبا سنتين. واكيد الخبرة العائلية بترجع لأكثر من 40 سنة. صح. ولكن أنت عشت سنوات طويلة خارج لبنان، تحديدا بأمريكا، ويمكن جربت تنقل أهم التجارب التعليمية لجيل اليوم. تقريبا أكثر تجارب كان عندي هون بأمريكا كلهم انتقلوا معي، وعم نطبقهم هون. slowly but surely. اكيد يعني 25 سنه بامريكا مش مسحه لشاب بعده بالعمر صغير. صح. مثل حضرتك 32 يعني بدنا نبلش نعمل طرح تنعرف امتين وصلت. حقيقه يعني بس كون المدير بالعمر صغير بشجع كثير من الاهالي، بيقولوا اكيد رح نفوت بشيء تكنولوجي اكثر وحداثه بالتعليم. بس قبل اسمح لي هنيكم بالإيستوود كوليدج، لان لثاني سنه بتكونوا بتاخذوا لقب افضل مدرسه. صح. يعني هالشيء قد بيعطيكم كمان تحديات اضافيه بالحياه ومسؤولية أكبر تجاه الأهالي والطلاب. مسؤولية كرمال المدارس الثانية كمان وكرمال الطلاب والأهل. صح، ثاني سنة السنة الماضية والسنة اللي قبلها أخذنا سكول أوف ذا يير من الـ LAU والـ AUB، وكثير مفتخرين فيها كمان. وإن شاء الله هالسنة القادمة بنرجع بنربحها إن شاء الله. بتصور مع هالخطوة الإضافية قد صار لها عم تتطبق بلبنان. آيباد محل الكتب المدرسية، وأكيد الصورة بتعبر أكثر لما عم نشوف الميزان وعم نشوف من جهة الكتب الضرورية اللي لازم يكونوا بحياة الطلاب، وبالمقابل آيباد فقط لغير، وزنه كثير كثير خفيف، وزنه أقل من الكيلو. اكتشفنا من سنة ونص بدنا لازم نطور المنهج تبعنا، وشفنا كثير بروجرامات وكثير تابلتس وكثير تكنولوجيز انه كيف لازم يتطور البروجرام، واعتمدنا على الايباد. صرنا سنه ونص معتمدين على الايباد، صرنا سنه ونص بتجريب هالتكنولوجي، والاهل حبوها والاساتذه حبوها، واكثر شيء التلاميذ حابينها. وهالسنه اعتمدنا على الايباد ل 132 تلميذ وتقريبا 52 استاذ، وسنة الجاي تقريبا رح نكون 600 او 700 تلميذ و 130 استاذ. يعني العدد اذا صار هيك بيكون توب، يعني او توب اوف ذا توب. يعني عم نشوف نحن هالكتب ومحتوياتها وقد ايه كتب سميكه، هل فينا نقول كل هالكتب موجوده حاليا بالايباد؟ كل المعلومات كلها بدون استثناء. كل هول الكتب الموجودين هلا، واصلا كل الكتب بالمنهج الدولي تبعنا، هو المنهج الاهم تبعنا، كلهم صاروا على الايباد. وعم نشتغل هلا مع دور النشر تنحط الكتب العربي على الايباد كمان. بس شوي كومبليكيتد لانه الايباد
فيك تشوف يو كان كليك يو كان سوايب يور هاند فروم رايت تو ليفت نوت فروم رايت فروم ليفت تو رايت الا ما نلاقي لها حل يعني خصوصي للشرق مثل ما بيهتموا بكثير امور بيعتبروا خاصه للعرب او بروجرامات خاصه بالشرق. اذا ما نرجع شوي للمدرسه بالصف كم تلميذ تقريبا فيه؟ بالصفوف الصغار ممنوع اكثر من 15 تلميذ بالصف، وكل ما نكبر بالصفوف في ماكسيموم 22 23 تلميذ بالصف بالصفوف الكبار. يعني تقريبا اتس اولموست 1 تو 1 ليرنينج. اوكي. يعني بهالشكل بنحس انه التلميذ بياخذ وقته والاستاذ بيكون كثير فاضي لكل التلاميذ. هلا هون بس الفرق شوي بحس انه ديليكيت بيكون انه ما بيقدر يوقعوا يكسروا ينزعوا بوقت انه الكتاب بيشبق فيه شوي وبيعطيه بعدين لخيه لاخته. هون هيدي الفكره كيف رح تنتقل من جيل لجيل يعني؟ يعني الكتاب في ضيع كمان بس نحن بس مش بس عم نوفر هيدا الكبير صعب يضيع الا ما حدا يلاقيه ينحرق بركي مثلا لا اكيد في خطوره وين ما كان بس من باب المزح بنقول الايباد قد ايه واحد بده ينتبه له يعني بده ينتبه له اكيد مش هيك لاي اعمار نحن بلشنا بالايباد من جريد 7 ل 12 اوكي من السانكيام لل يعني من الثاني اذا سانكيام نعتبر ثاني ابتدائي جريد 7 اوكي للثالث ثانوي اوكي للترمينال والسنة الجاي مدخلينه من الجريد 5 يعني بفتكر الست ايام للترمينال اوكي ومن هالسنه عم نبلش نعلمه للاولاد ويعملوا educational games من النيرسري والكيندرغاردن بس مش اكثر من ساعه ساعه ونص ماكسيموم ساعتين بالجمعه يلعبوا على الايباد بس العاب education تيصير هيك فريندلي معه بيقدروا كمان يتعاطوا بشكل منيح. هون بالعاده الاهل بيعاونوا اولادهم بفتح الكتاب وهيك لان اكيد بيكونوا الاهل يمكن بمحل بيعرفوا اكثر من اولادهم، بس اليوم جيل اليوم بيعرف بالايباد وبالايفون وبكل هالابلكيشن اكثر من الاهل بكتير. كيفيه مساعده الاهل كيف بتتم بهالحاله؟ بتعملوا دورات للاهل مثلا؟ رح نعمل دورات رح نبلش دورات للاهل بالثيرد تريمستر تبعنا يعني بعد ثلاث اشهر رح نعمل دورات لكل الاهل بحبوا يتعلموا عن الايباد وكيف يستعملوا الايباد تيقدروا يساعدوا اولادهم اكثر بالبيت وكيف هن يقدروا يستعملوا الايباد تيقروا كتب لوحدهم تيعملوا ريسيرش اونلاين يقدروا ينزلوا ابلكيشنز بركي بهمون سو رح نبلشهم هو بعد ثلاث شهور ويلي من الاهالي يمكن ما عندهم الكفاءه الماليه تيقدروا يحصلوا على الايباد او عندهم اكثر من ولد يعني بصفوف بحاجه لهم، شو التسهيلات يلي بتكون للطلاب وحتى كمان للاساتذه؟ هل الاداره بتامن للاساتذه ولا الاستاذ هو يعني هيدا شيء اضافي بحياته بده اياه؟ لا الاداره اول شيء الايباد نحن بندفع نص الايباد للاساتذه والاساتذه بيرجعوا هن بيقسطوا للايباد على ثلاث شهور. بفتكر بيرجعوا بيدفعوا تقريبا شيء 250 دولار 300 دولار ماكسيموم. حق الايباد حقه بين ال 600 و 700 دولار بس للاولاد نحن بنبعتهم على شركتين وحده منهم ادكوم كمان بيعطون educational discount اوكي يعني بيكون اسعار خاصه اسعار خاصه بس للايستوود بس للايستوود كوليدج عم فكر انا ليه ما بيكون كانه سيستم عياري فينا نقول وبيرجع غير طالب بياخده يمكن لانه في حتى يمكن طلاب ببيوتهم عندهم كل شيء بيسليهم منهم بحاجه للايباد بشكل اضافي بحياتهم هلا هو الايباد احسن انه كل تلميذ لازم يكون عنده الايباد تبعه لانه كل الهوم ورك وكل الكالندرز وكل الاي تيونز يو هو البلاتفورم التكنولوجي بلاتفورم اللي عم نستعمله لكل الصفوف they're particular for the student يعني بس لتلميذ واحد اوكي وغير عن هيك اذا تلميذ واحد كسره بس بيتاثر التلميذ مش ما بيتاثر اكثر من تلميذ والعيار بتصير كثير غاليه على المدارس اوكي كمان اكيد اذا بده يعني يستعيروا او يستاجروا او اللي كان هل بنقول انه فقط بيقدر ياخذ الايباد ولا لازم يكون عنده الكتب موجودين ببيته وبيعمل مقارنه ببعض الامور او حتى بعض الاكزرسيسات يلي بدها الكتابه بتكون على الورق او على الكتاب نحن ما كثير ما لغينا الورق والقلم ابدا نحن بالعكس نحن بنحب الورق والقلم ورح نضلنا نكتب ورح نضلنا نعلم الكتابه بس اعتمدنا على الايباد كرمال نوفر
وزن حمل. نوفر حفاظاً على صحتهم بالأول. كنا عم نحكي قد إيه أغلب جيل يلي بيحمل الشنط الثقيلة عنده يمكن سكوليوز، وجع ظهر، وجع الكتف، يعني عندهم حالات كتير بتكون متعبة يعني. سو كرمال هيك نحن بحياتنا مش رح نرجع نلغي الورق والقلم، بالعكس بنحب الورق والقلم، بس في كتير تطور بالكتب بس موجودة على الآيباد مش موجودة بمحل تاني. بس نكون واضحين أكتر، هل لازم يكون عندهم الكتاب مع الآيباد؟ لا. يعني ولا بيستغنوا حتى عن الكتاب وكلفيتهم؟ يعني الكتب اللي شايفينهم كتب أجنبية بنعرف قد ايه كمان غاليين. صح، يعني كل كتاب هون بين ال 90 وال 170 دولار، سو ايه بيستغنوا كليا عن الكتب. كليا، لأنه بس بيستعملوا الآيباد كرمال الكتب. يعني الفكرة كتير حلوة، أكيد اللي جربها بيعرف حلاوتها أكتر. صح. من يلي عم يحكي عنها. أكيد في خطط أكتر وفي مدارس هلأ صارت مهتمة تنقل هالتجربة. إذا بلشنا هيك بلبنان، لأن عرفت أنه من دبي ومن أبو ظبي اتصلوا فيكم تتنقلوا التجربة لهونيك. خلينا نبلش محليا، هل في من مدارس أخرى اهتموا بالفكرة وطلبوا مساعدتكم؟ هلأ في كتير مدارس عم بيحكوا تنقدر نساعدهم يعتمدوا على الآيباد كرمال المنهج تبعهم. الشغلة الوحيدة لازم أقولها، المدارس أهميتها والتطور تبعها بالأساتذة. إذا الأساتذة فعلا هن بدهم يتطوروا بالمنهج، ساعتها فينا ندخل الآيباد أو حيلا تكنولوجي تاني. بس أهم شيء عنا هي الأساتذة تبعولنا وهن القبلانين الفكره تيستعملوا ويتطوروا المنهج تبعنا. يعني كخبره شخصيه وخبره بركي كمان عائليه من الوالد وهيك، اعمار الاساتذه بتتراوح بين اي عمر واي عمر تنشوف قد ايه بيكون في هالرغبه؟ لان نعرف يلي اكبر سنا يعني بخاف من يلي ما بيعرفوا، بيقول يمكن لو شيء سهل بيقول لك انا ما بعرف، خذ من الموبايل. والاشخاص اللي شوي عندهم عمر مش كثير اصحاب هن وياه. نحن فعلا مدرسة قديمة، صارنا من 1973، بس العمر المتوسط تبعنا تبع كل الأساتذة هو ما بيتخطى 36 سنة. كل الأساتذة they're young, they're smart, they're ambitious, but they're experts in their fields. They're absolute experts. فهيدا بيسهل اكيد يكون عندهم هالرغبه حتى يفوتوا باي شيء تكنولوجي جديده، وخصوصي هلا عصر الايباد، يعني عصر الهيك بحس بعدين بدها تصير بدون ما تدق بالشاشه، يعني اصلا عم تعتمد اكثر. نحن وناطرين يصير الوقت ونفوت على الاستوديو، كنا عم نتابع عن التوحد مع لما بنداء الاختصاصيه بالتقييم التربوي، ويمكن من هون بنطلق بالسؤال. يعني حسب ما بنعرف انكم اول مدرسه عندها السبيشال نيدز بروجرام، يعني صح. هل هالشيء كمان فينا ننقله على عصر الايباد ايضا؟ اكيد، نحن اول مدرسه بلشنا بالسبيشال نيدز بروجرام بالشرق الاوسط مش بس بلبنان، وبالسبيشال نيدز بروجرام نستعمل الايباد لكثير من التلاميذ للطلاب تبعونا اللي عندهم كيسز مايلد ديسلكسيا، كيسز ليرنينج ديسابيليتيز، سلو ليرنرز. الايباد كثير مهم لهم لانه في كثير ابلكيشنز بخص للسبيشال نيدز ستودنتس. سو اي نحن بنستعمل الايباد مش بس بالسبيشال نيدز ديبارتمنت، بس بالاي اف ال ديبارتمنت كمان، هو الانجلش از ا فورين لانجويج ديبارتمنت. اوكي، الفرع المدرسي اللي بيساعد التلاميذ يحسنوا الانجليزي تبعهم. اوكي. ميشيل خوري، هلا الايباد قدامك. صح. يعني عم نحكي وعم نشوف، بركي نشوف تطبيقات نشوف شو بيقدر يشوف التلميذ، وهيك الكاميرا بتقدر تاخذهم بشكل واضح كمان. يعني هذا الايباد هون هول شوي من الكتب تبعولنا، مثل ما شايفين الورلد هيستوري هون، عن الكيمستري والبيولوجي، فيزيكس، ايكونومكس. بس هذا الكتاب اللي بحبه كثير، كثير فرجيه لانه هذا كثير تفاعلي. World History Patterns of Interaction. وهون مثل ما شايفين، في الانتراكتيف مابس، واهم شيء هو الامبيدد فيديو كونتنت. التلميذ في يرجع بيشوف المعلومات، بيشوف يعني مصوره، يعني بيحفظها اكثر مثل كانه عم بيحضر فيديو. اوكي، دوكيومنتري معين عم بيساعده ياخذ فكره عن كثير من الاشياء. صح. ديفيد ايزنباخ هو من اهم خبراء الورلد وور 2، بدرس بكولومبيا يونيفرسيتي، جامعة انا تخرجت منه. لو بدي اجيبه لديفيد ايزنباخ وبدي فيني ادفع له تيجي تيعلم كورس، ما بيجي.
So this is first hand experience عن الولد عم بيتعلم من خبير World War II أو من خبير physics أو من خبير math أو من خبير geometry. عنا كمان اكتشفنا أنه تقريبا أقل من يعني بين 40% من الطلاب اللي بيدرسوا math بيتعلموا math بالصف بيرجعوا على البيت بيقولوا ما فهمته. لو الأستاذ عاد مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربع مرات، يمكن إذا شرد حتى لحظة واحد ما بيعود بيلحق اللي عم بيصير. يعني هلا نحن اللي عاملينه عاملين personal tutor، كل topic math الأستاذ بيشرحه بالمنهج تبعنا له